السيرة والزريعة الله يخليهم في حياتك. هادشي اللي غنطلبو من الحباب والصحاب. واش بالكم هادي كاين شي ضربة؟ لا. السلام عليكم اخوان، هذا فيديو دوك الناس اللي تيقول لك الا غلفتيها باي باي الصباغه. هاي غلفناها المولا مدة هادي، ضربها من هاد الجهة هادي، هاهي تضرب ليها غير الكربون. وجا عندي قال لي اخويا مجيد نبدلو لها لون، نديرو لها لون اخر ان شاء الله، غنديرو لها لون ديال ان بيرفورمونس. هاهي اخويا ما كتقاس لا صباغه لا والو، كتقاس صباغه تكون نقيه ولله الحمد. هاهي السلام عليكم اخوان، معكم كيف ديما اللهم يسر ان شاء الله. الطوموبيل اللي كنا مغلفينها كامله مولا قرر انا يبدل ليها اللون، هاهي من ديك الخلمات ان شاء الله يبدل ليها اللون. لاحظوا معنا ان شاء الله غنحيدوا هادشي وغندير لون اخر ان شاء الله. تقاست من هاد الجهه الشيا، باش كينفع الكربون. شوف شوف باش كينفع الكربون، ما كاين والو. هاهي السيرة والزريعة الله يخليهم في حياتك. هادشي اللي غنطلبو من الحباب والصحاب. واش بالكم هادي كاين شي ضربة؟ لا. قال لك كتغلب كتشير في الصباغة، فين هي الصباغة اللي مشات اخويا هناك؟ فين هي الصباغة؟ مشات الصباغة لا والو، بخاطرك اخويا. هاهي اخويا الصباغة معك كما هي، ما شاء الله. جرجر اخويا الغلاب ديال السيارة، تمتع تمتع عليها. هانا. عرفت فين شي شعرة؟ لابيج باقي نقي. اللهم يسر. اللهم يبارك. اللهم بارك. والو الصباغة باقا جديدة ديالها كيما كانت النهار الأول كيما باقا. بطبيعة الحال غنعاودو لها تغليفة أخرى بإذن الله. هاهي طلقتهاش الصباغة ديالها باقا كما هي ما شاء الله. شي وحدين كينوضو في لي كومونتير تيقول لك الصباغة الأوريجينال كتمشي. وبالنسبة للصباغة الأوريجينال هاهي أخويا مش أداة ما والو، باقا كيف ما جابها لينا مولاه كيف ما باقا. ان شاء الله ما علينا الا نغلفوا ليه دابا بلون اخر باذن الله عز وجل. ما شاء الله خمسه ما كايناش الحمد لله. الصباغه باقا جديده، داكشي اللي خلاها فيها باقي فيها. ما تقاست فيه حتى شعر. ودابا نغلفوها ان شاء الله بحول الله باللون اللي حبينا عاوتاني.